بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله بن علي الخليلي وزير العدل راعي افتتاح هذه الندوة، سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس، أصحاب السعادة والفضيلة، أيها الأساتذة والدكاترة، الباحثون والباحثات، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. كم يحدثنا هذا الوطن عن أمجاده، وكم يدخر لنا من سيرة عظمائه ورجاله. فأصخ السمع أيها العماني لأحاديث وطنك، وأنصت لما يلقيه عليك في روية وبصيرة تجد فيها مدد حكمة لحاضرك وضوء هدى لمستقبلك. فالحياة حبلى بأطوار ودول ومراحل وتدافع تمتحن فيها الأجيال في مبادئها وأخلاقها، في عقولها وحلومها، كما في آدابها وعلومها. فإذا ما أخذت بأسباب الظفر ونبذت دواعي الضعف والوهن خرجت بإذن الله تعالى منتصرة، وكتب لها النمو والرقي والحياة الكريمة. وعمان في خضم أطوار الحياة تلك لم تخلو بحمد الله تعالى في عصر من عصورها من مجددين مصلحين، أرباب علم وعمل، وعمالقة فكر ومنهج، حصون منيعة من الأباطيل والشبهات، وظلال وارفة للألفة والتراحم والأخوة والتناصح، وأنصار حق وعدل وخير للمسلمين وللإنسانية جميعا. ومن هؤلاء الذين أنجبتهم هذه الأرض الطيبة المباركة العلامة الكبير الشيخ الرباني أبو نبهان جاعد بن خميس الخليلي الخروصي العليائي، كما عرف عن نفسه بنفسه. علم احتفاء هذه الندوة وقطب رحى بحوثها المعمقة ودراساتها الغنية في ذكرى مرور 200 عام على انتقال روحه الطاهرة إلى بارئها رحمه الله رحمة واسعة. نشأ الشيخ أبو نبهان رضي الله تعالى عنه في محضن علم وصلاح وإصلاح، فأشربت نفسه حب العلم والشمائل الكريمة والخصال الرفيعة وعلو الهمة، واكتسى بسرباد من حسن العشرة للناس ودثار من حب الخير لوطنه وأمته. نظر للمجتمع من حوله نظرة الفاحص الحريص على مصالحه، الغيور على حرماته، الساعي لعزته وكرامته. شخص أدواءه وعلله تشخيص الحكيم الحاذق، ثم سعى مستوعبا تراث من سبقوه، مضيفا إليه مما حباه الله تعالى به من فهم ثاقب وذهن متقد وذكاء نادر، محققا مدققا، مجتهدا مصلحا، داعية موسوعيا، ومجددا فكريا، ومصلحا اجتماعيا. ومع أنه في علوم الشريعة وميادين الفكر لم يقف عند ساحلها، بل خاض لجتها وغاص إلى مكنونات لآليها ودررها، مجتهدا مجددا ينفي عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، إلا أنه لم يقتصر عليها شكلا دون مضمون أو جسدا بلا روح، بل إن الشيخ العلامة جاعد بن خميس رحمه الله أسس ذلك كله على تزكية للنفس وتطهير للباطن
وإخلاص لله تعالى وترق روحي في مراتب السلوك والعرفان، إذ لم يكن هو ممن يفزع إلى الرهبنة والتبتل حين يضعف أمام الواقع وأحداثه، ولا هو بالعالم القاعد عن استبطان أسرار الخالق المبدع وشرعه الحكيم في تصاريف الحياة وحكمة الابتلاء فيها، بل كان قرآني المنهج محمدي المسلك. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن المصلحين الكبار يضيق بهممهم وطموحاتهم رحب الفضاء، لأنهم أصحاب رسالة للإنسانية كلها. وقد كان العلامة جاعد بن خميس في النخبة من هؤلاء الذين يقض مضاجعهم ما يسوء أمتهم ويفرق شملها ويضعف شوكتها، ولذلك رأيناه ينتفض انتفاضة أبطال العلماء ناصحاً علماء المسلمين بمختلف مذاهبهم ومدارسهم الإسلامية حيثما يصل حبر قلمه ومداد رسائله في أرجاء الأرض ونواحيها، كاشفاً خطر الدعوات المتطرفة ومحذراً من غلوائها، محاوراً أهلها بالحجة والبرهان، راداً على شبهاتهم بالقرآن والسنة، ومخاطباً القادة والحكام وذوي الوجاهات في المجتمع بتحمل أماناتهم وأداء مسؤولياتهم وقطع أسباب الغلو والتطرف، بنشر العلم وبسط العدل ورفع المظالم وإحياء السنن وإماتة البدع وقطع الذرائع أمام دعاوى العابثين والغلاة بالإصلاح الشامل وبتعزيز روح الدين الجامعة على البر والتقوى والإحسان. إننا نتطلع إلى الآفاق الحضارية التي ستكشفها هذه الندوة المباركة عن شخصية الشيخ العالم العلامة أبي نبهان جاعد بن خميس، وعن تراثه وعن عمان وتاريخها، ونتشوف الفوائد والفرائد التي سيجليها الباحثون والباحثات لنخرج منها بمشيئة الله تعالى بما نحتاج إليه في واقعنا المعاصر من فهم لماضينا واستشراف لمستقبلنا. أيها الإخوة والأخوات، ليس غريباً أن تكون العناية بتاريخ عمان ورجالها وأعلامها بعد تطاول الأزمنة وتعاقب القرون هي في أبهى عصورها وأزهر أوقاتها في هذا العصر المبارك، وضمن مسيرة النهضة الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله تعالى. فصروح العلم والمعرفة ومراكز البحث والدراسة ومكامن المخطوطات ونفائسها كلها قد حظيت بأوفر نصيب وأوسع عناية، والدور إنما يقع اليوم على الباحثين والدارسين من أبناء هذا الوطن في أداء ما عليهم بحثاً وتنقيباً ودراسةً وتحقيقاً وترجمةً بأرقى مناهج البحث العلمي المعاصرة وبمختلف اللغات العالمية. ولا ريب أن مسؤولية أيضاً مشتركة مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية في التعاون على الإخراج والنشر والتوزيع. شكراً جزيلاً لمركز الدراسات العمانية بجامعة السلطان قابوس، ولوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ولكوكبة طيبة من أبناء ولاية العوابي، ولكل من أعان على إقامة هذه الندوة. ونرجو أن يوفق الباحثون والمشاركون في الكشف عن الجديد وفي الوقوف على الدقائق واللطائف التي تركها عالمنا الجليل المحتفى به في هذه
الندوة المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.